الإرشاد الفلسطينية الآن، حيث أعلنت حركة حماس موافقتها على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية. وأضافت الحركة في بيانها أن قرارها يجيء انطلاقا من الاستهداف الخطير للقضية الفلسطينية، لا سيما في ملفي القدس المحتلة واللاجئين. وأوضح البيان أن الحركة تعقد اجتماعات في رام الله لبحث الطرح المصري الجديد لدفع عجلة المصالحة قدماً.